بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي بيبص عليه الشقة بتاعت النهاردة. الشارع ده عرضه 15 متر، متفرع من شارع 60 متر اللي هو اللي انا بعمل لحضراتكم زوم ان عليه. ده كده شكل الشارع. ده كده بقى شكل العمارة من بره. العمارة 7 ادوار، 7 ادوار وارضي. شقة النهاردة في الدور السادس، سادس بلكونة بعد الارضي. ده كده شكل العمارة من بره. نبدأ نشوف المدخل بتاع العمارة. طبعا المدخل زي ما حضراتكم شايفين كده، مدخل شكله شيك برضو، الأرضية بتاعته رخام، السقف بتاعه جبسن بورد، وطبعا في عندنا أسانسير، وده شكل الأسانسير قدام حضراتكم أهو. نبدأ نشوف الشقة بتاعت النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها 122 متر. نبدأ نخش كده ونقول بسم الله. اول حاجة هنا يا جماعة بيجي لنا عداد كهرباء قديم 3 فاز اللي هو 3 فاز. بعد كده نبدأ نخش على الريسبشن. ده كده شكل الريسبشن اهو يا جماعة. الريسبشن ده طوله من عند باب الشقة لغاية البلكونة اللي هناك دي بالظبط 15 متر. لو قلنا المساحة الصافية دي من عند البلكونة لغاية المنطقة دي بالظبط 10 متر. والحته دي 2 متر او 3 متر تقريبا، والبلكونه 2 متر. نبدا نشوف كده البلكونه معانا او التراس. عرض البلكونة تقريبا يا جماعة 2 متر، معمولة بالحجر الجميل ده. طبعا ده المكيف او دي الوحدة الخارجية بتاعت المكيف. الشقة طبعا بتبص على الشارع الرئيسي اللي انا مصوره لحضراتكم من تحت دلوقتي. الشقة في الدور السادس، ده الشارع اهو ان شاء الله يا جماعة. حي راقي جدا، منطقة راقية جدا. الشارع ده تقريبا 15 متر. متفرع من شارع 60 متر اللي هو اللي هناك ده، عامل لحضراتكم زوم ان عليه كمان اهو. الشارع اللي هناك ده 60 متر يا جماعه، والشارع اللي احنا فيه ده عرضه 15 متر. طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. الريسبشن ده يا جماعه يشيل 3 قطع، يشيل 3 قطع مستريح. هنا كده القطعة دي تشيل سفرة زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنا طبعا المساحة دي كبيرة، المساحة دي كبيرة، بس طبعا الانتريه مفروض كده بالطول، لان طبعا يعني ايه اصحاب الشقة فرشينها قطعة واحدة مش معاملينها قطعتين، فلذلك فردين الانتريه. هنا كده يا جماعة نخش على طرقة التوزيع اللي بتودينا على الغرف والمطبخ والحمام. هنا كده يمين بيجي لنا الغرف والحمام، وهنا على الشمال بيجي لنا المطبخ. ده كده المطبخ اهو. عندنا هنا طبعا عداد الغاز. الشقة كاملة المرافق كهرباء وغاز ومية. ده غاز اهو، والكهرباء شفناه بره. وبالنسبه للميه، عداد الميه مشترك مع العماره. طبعا النقطه اللي بقول لحضراتكم عليها موضوع الميه، اتاكدوا ان الشقه موجود فيها ميه. بسم الله ما شاء الله فيها ميه حلوه اهي وقويه جدا ما شاء الله كمان.
بعد كده نيجي هنا بيجي لنا الحمام. ده كده الحمام اهو. حمام مساحته معقولة حلوة. مش صغير. ده البانيو اهو مستريح. طبعا الغاز برضو اهو. سخان الغاز. بعد كده هنا بتجيلنا الغرفة الاولى. دي الغرفة الوحيدة اللي على منور. دي اول غرفة اهي مساحتها تقريبا 3×3. دي الغرفة الصغيرة. 3×3. واخدة سريرين. سريرين 120 سنتي. واخدة دولاب. واخدهم مستريح. هنا طبعا ده المنور اهو هوريه لحضراتكم. ده كده يا جماعة المنور اهو ما شاء الله منور وجميل. التهوية دي اهم حاجة لان البنا ده طبعا بنا قديم. فبتلاقي المنور واخد مساحة حلوة جدا. غير طبعا الشغل الجديد دلوقتي تلاقي العمارة جديدة جدا وتلاقي المنور صغير كده اكنه هواية. فالحاجات اللي بتميز البنا القديم موضوع المناور بتكون كبيرة ومرتاحة ومتهوية وبتجيب هوا كويس. نخش بقى بعد كده على الغرفة التانية. دي كده الغرفة التانية اهي. مساحتها تقريبا 3 أو 3.5 × 4. واخدة دولاب اهي 6 دولف. واخدة دولاب 6 دولف وسرير 160. واخدة تسريحة. دي الحاجات الموجودة في الغرفة دي. هنا كده البلكونة التانية. الشقة طبعا 2 بلكونة. برضو معمولة برضو بنفس الحجر. مساحتها برضو حلوة جدا. مساحتها ممتازة. تقعد هنا كده تجيب ترابيزة وكرسيين وتقعد وتنسى الدنيا. برضو بتبص على الشارع اللي احنا جايين منه الـ15 متر. طبعا بينك وبين الجار مساحة كبيرة. دي من الحاجات اللي بتميز اي شقة. دي كده شقة النهاردة. نراجع مع بعض البيانات مرة تانية. الشقة مساحتها 122 متر. غرفتين ورسبشن 3 قطع كبار ومطبخ وحمام واحد عفوا و2 بلكونة. الشقة عنوانها الهرم شارع فاطمة رشدي. الشقة مطلوب فيها 900,000 جنيه كاش بدون العفش. وفي حالة البيع بالعفش هيتم تقدير العفش عند المعينة على الطبيعة ان شاء الله. ولأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة. في رقم فون وفي رقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب وهنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 10 مساء. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.